بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل هذه البير بقبول حسن، واجعلها صدقة جارية، ورفع درجات المتبرع الكريم في الدارين، واجز مثوبته وعظم أجره. اللهم بارك فيهم وفي أهاليهم وذرياتهم، اللهم بارك في أرزاقهم وبارك في أعمارهم، واستعملهم في كل خير، وارزقنا وإياهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأسقنا من أنهار الجنة، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ورحمنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. Aynen.